41 طالباً وطالب ارتدوا المعاطف البيضاء وتسلموا السماعات الطبية في خطوة رمزية تعبر عن دخولهم إلى مهنة الطب. هذا الحفل التقليدي الذي تنظمه كلية طب وايل كورنيل في قطر للسنة العاشرة على التوالي حضره أهالي الطلاب وأعضاء من الهيئة التدريسية في الكلية. الدكتور جاويد شيخ عميد كلية الطب وايل كورنيل في قطر قال إن ارتداء المعطف الأبيض لأول مرة يعني الكثير في حياة طلاب الطب الذين دخلوا مرحلة التدريب العملي، وهذه المناسبة هي محطة رمزية تدل على تحمل الطلاب مسؤولية أن يصبحوا أطباء في المستقبل يداوون المرضى ويتعاطفون معهم، وفي الوقت نفسه يكرسون حياتهم لممارسة المهنة وفق أعلى المعايير. الطلاب الذين ارتدوا المعاطف البيضاء بكل فخر اعتبروا أن دخول عالم الطب بالنسبة لهم هو حلم يتحقق بجهودهم وإيمانهم بدور الطبيب في المجتمع. والله مهنة الطب كانت حلمي من الطفولة يعني، وكبر الحلم يعني مع الدراسة وهاي كلها، فالحمد لله يعني الله يسر لي أني أدخل هالمجال. وبالنسبة حق يعني اليوم هاي أول خطوة لي يعني إني أدش إني أتقدم يعني في هالمجال، والحمد لله يعني الله يسر لي إني أوصل هالمستوى. وبعد يعني لبسنا للوايت كوت هذه وحصولنا على الستيثوسكوب يعني هاي شيء حلو إنه يعني شجعنا إنه نكمل إن شاء الله ونوصل حق أعلى وأعلى بإذن الله. صراحة اليوم فخورة إني أخيراً ارتديت المعطف الأبيض بعد رحلة 3 سنوات، وإن شاء الله قدامي بعد 4 سنوات لين أتخرج وصير دكتورة وأرفع رأس أهلي وأخدم بلدي بعد هالسنوات كلها. والحمد لله يعني أتمنى نحن نشوف طلاب قطريين يقومون يدخلون هالمهنة ويقدمون لبلدهم ويرفعون رأس أهلهم. ويأتي حفل ارتداء المعطف الأبيض في ختام برنامج توجيهي مكثف بعدما شارك الطلاب على مدى 4 أيام في جلسات تعرفوا خلالها على المعايير المهنية المتوقع أن يعملوا وفقها. أنا اخترت الطب لأن يعني أختي هي كانت مسوية عملية قلب قبل، وهذا الشيء شجعني زيادة، تعرفنا يعني أبي أساعد الناس لأن أنا مريت بهالشيء قبل وأعرف شلون الإحساس. والله هي مهنة سامية يعني، الواحد لما ينظر للطبيب ينظر لك نفس الرول موديل يعني القدوة، إن الشخص مو بس يعالج الناس، يغير من حياتهم، يدخل حتى حق حياتهم يساعدهم، يعني مش بس علاج جسدي يعني، حتى علاج ممكن يكون نفسي بعد. يذكر أن هؤلاء الطلاب التحقوا ببرنامج الطب بعد انتهاء برنامج ما قبل الطب في كلية وايل كورنيل في قطر أو في غيرها من الجامعات.